السلام عليكم. سنشاهد اليوم طريقة تثبيت أي طابعة من نوع كانون على أي جهاز كمبيوتر، يعني بدون استعمال القرص الخاص بالتثبيت الذي يأتي معها، يعني مع الطابعة. سنقوم بتحميل التعريف الخاص بها ونقوم بتثبيته. أول حاجة نقوم بها نأتي هنا عند ديماري، ثم نضغط على بارامتر، ثم نأتي هنا عند بريفيريك، نضغط هنا، ثم نأتي هنا عند أبريموت، ونلاحظ هنا مجموعة الأجهزة التي المثبتة على الكمبيوتر. فنحن لدينا هنا طابعة الكانون غير مثبتة هنا على جهازنا الكمبيوتر. فإذا كانت مثبتة فستظهر لك هنا مع أجهزة الأبريموت والمسح الضوئي. فسنقوم بتحميل التعريف الخاص بها من الإنترنت ونقوم بتثبيته على الويندوز لكي يتعرف على هذه الطابعة لتقوم بأعمال الطبع. أول حاجة نأتي هنا عند جوجل كروم أو أي متصفح لديك، موزيلا أو جوجل كروم، ثم نقوم بكتابة تيليشارجي يعني تحميل، بيلوت يعني تعريف، ثم نكتب الطابعة كانون، ونقوم بكتابة مثلا لدينا هنا طابعة ال بي بي 6030، فأنت اكتب الرمز الخاص بالطابعة الكانون التي لديك. مثلا إذا كانت 6000 تكتب 6000، أو 6020 تكتب 6020. تأتي هنا إلى أول موقع وتقوم بالدخول هنا. لاحظ هنا هذا الموقع الرسمي الخاص بكانون، ثم تقوم بالضغط على تيليشارجي يعني تحميل، ثم إعادة الضغط على تيليشارجي. ننتظر هنا، اضغط على نعم هنا وننتظر حتى يقوم الموقع. لاحظ هنا قد بدأ التحميل، فالملف الذي سنقوم بتحميله هو عن طريق الرار. فأنت ستقوم بفتح ملف المضغوط هذا عن طريق تطبيق المدرار، يجب أن يكون مثبت على الكمبيوتر. ننتظر حتى يتم تحميل التعريف، ولاحظ هنا هذا هو الملف الخاص بالتثبيت على الكمبيوتر. نقوم بفك الضغط هنا عن طريق الضغط على يمين الفأرة، أصبح لدينا هنا ملف، يعني فتحنا ملف من الضغط. نقوم بالدخول هنا على هذا الملف، ثم نأتي هنا عند هذا الملف هنا UFRE، ثم نقوم بالدخول هنا كذلك الضغط هنا. لاحظوا هنا لدينا هنا ملفين 32 بايت و64 بايت، يعني يجب أن تعرف الويندوز الذي لديك إذا كان 32 بت أو 64 بت. لمعرفة ذلك اضغط هنا عند ديماري لكي نعرف، نقوم بمعرفة الويندوز الذي لدينا. اضغط على ديماري ثم بارامتر، ادخل هنا عند سيستم، اضغط هنا، ثم بعدها هنا أبروبوس يعني بالآخر هنا. لاحظ هنا قد ظهر لنا نوع الويندوز المثبت على الكمبيوتر، لدينا هنا 64 بت. لاحظ هنا نوع النظام يعني 64 بت، فتقوم أنت بتثبيت ذلك الملف الخاص ب 64 بت. وإذا كان 32 بت تقوم بتثبيت ملف خاص ب 32 بت. نقوم بغلق النافذة هنا ونأتي هنا عند ملف 64 بت، ثم نضغط هنا عند سطر، ثم نضغط على نعم تابع، ثم هنا نضغط على كونيكسيون اي اس بي عند الخانة هنا الأخيرة كونيكسيون اي اس بي، ونقوم بإشعال يعني الطابعة. ويجب أن يكون الطابعة موصولة مع الكمبيوتر عن طريق كابل اي اس بي. بعدما نقوم بإشعال الطابعة نقوم بالضغط على سويفو يعني تابع، يعني يجب أن تتأكدوا إخواني أولا من أن الطابعة موصولة مع الكمبيوتر وتقوم بإشعالها قبل تثبيت التعريف. نضغط على وي، ننتظر هنا حتى يتم التثبيت الطابعة، يعني خطوة بسيطة وسهلة جدا. قمنا بتحميل تعريف من الإنترنت، تقوم بكتابة اسم الطابعة و ال بي بي مثلا 36 أو 26 على حسب الطابعة التي لديك، ثم نضغط على انتهاء هنا. بعدها إخواني تقوم أنت بإعادة تشغيل الكمبيوتر، فليس بالضرورة إعادة تشغيل، فهذا لنتأكد فقط. تأتي هنا عند ديماري ثم نضغط على بارامتر،
ونعيد كما فعلنا سابقا، نأتي هنا عند بريفيريك ثم نضغط على أبريموت هنا. فلاحظوا هنا قد تمت تثبيت الطابعة التي لدينا والتي هي كانون، يعني قمنا بتثبيتها بطريقة بسيطة وسهلة جدا. فتستطيع الآن الطباعة عليها بطريقة بصفة عادية جدا. ولكي نتأكد أيضا نأتي هنا عند أي ملف، مثلا نضغط هنا على ملف هذا الملف الإكسل ونقوم بمثلا طباعة ملف. لاحظ هنا تابع خطوة بخطوة، تقوم هنا باختيار نوع الطابعة. يجب أن تختار أولا نوع الطابعة هنا، لأنك لو لم تختار الطابعة التي قمت بتثبيتها، لاحظوا هنا هذه هي طابعتنا التي قمنا بتثبيتها، تقوم باختيارها وبعدها تقوم بطباعة أي ملفاتك المتواجدة على الكمبيوتر. يجب أن تختار أولا إخواني كما فعلنا هنا اختيار الطابعة لكي تقوم بالطباعة عليها. فأما هنا سنقوم بتثبيت طابعة من نوع HP عن طريق القرص الخاص بها، يعني عندما تشتري طابعة يعطونك قرص لتثبيت الخاص بالتعريف لغرض معرفة الويندوز لهذه الطابعة. نقوم بإدخال القرص إلى قارئ الأقراص DVD هنا وننتظر حتى يتم قراءة القرص، ثم نضغط على متابعة هذه طابعة من نوع HP، ثم نضغط على تالي، بعدها نضغط هنا لقد راجعت، نضغط هنا ونقوم بالضغط على التالي، ننتظر حتى يتم قراءة قارئ الأقراص DVD لغرض تثبيت التعريف من القرص الخاص بالطابعة. يعني هذه الطريقة سهلة سهلة جدا، يعني لديك قرص خاص بالطابعة وتقوم بتثبيته مباشرة بإدخاله إلى الكمبيوتر والقيام بالتثبيت من القرص مباشرة دون استعمال الطريقة الأولى التي هي نذهب عند متصفح ونقوم بتحميل تعريف الطابعة ثم نقوم بفك الضغط وبعدها نقوم بتثبيته. يعني هذه طريقة سهلة جدا، يعني عندما يكون لديك قرص خاص بتثبيت الطابعة يعني فيسهل لك الأمر يعني جدا. ننتظر حتى يتم تثبيت تعريف طابعة من نوع HP، يعني هنا كمبيوتر آخر سنقوم بتثبيت عليه طابعة من نوع HP. فإذا لم تجد القرص الخاص بالطابعة فاذهب مباشرة إلى الإنترنت وقم بتحميل التعريف الخاص بها من الموقع الرسمي لشركة الطابعة. إذا كانت كانون تقوم بدخول الموقع الرسمي لشركة كانون وتقوم بتحميل تعريف، وكذلك بالنسبة إلى HP. نقوم بالانتظار هنا حتى يتم تثبيت التعريف. يعني بعدما تقوم بإدخال كابل ESP بين الطابعة وبين الكمبيوتر، لا تنسى الكابل الذي يربط الطابعة والكمبيوتر. نقوم بالانتظار، ألاحظ هنا قد تم تثبيت الطابعة. يعني يمكنك الآن استخدام الطابعة يعني وتستطيع الطباعة عليها مباشرة. وبهذا إخواني قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، فلا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة، وهذا لكي يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.